بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيلة وبقول تضباطني تضباط كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. وحبابي هاي قساب سنية هاي هوين إذا سفر كذا صعدال كذا مع محرم نما نقين أي راعضه إلى حج حجنا أفرا عضو يو غيري وحن حجكاين وصفر كلا. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري أخبرني النافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة هوني ما صفرت أميسا صفر ثلاثا صدح ما الموت إلا ومعها ذو محرم أيضا مسلسعن نمان قين. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة وحدثنا نمير محمد حدثنا أبي أبينا وعبد الله جميعا سوى وذا الجرأة عبد الله بن نمير يا أبو أسامة عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر بهذا الإسناد ساسو جيدا. في رواية أبي بكر رواية أبو بكر بن أبي شيبة حاكويمت فوق ثلاث: لا تسافر المرأة فوق ثلاث، لا تسافر المرأة هوين ينصفر فوق ثلاث صدح مع الموضوح كبضا. هل كان وحا لقى فهم وحي صدح كير إن يسان دبلا مفهوم المخالفة. وقال ابن نمير في رواية سو حولي عن أبي مكو كورن ثلاثة إلا ومعها ذو محرم صدح مع الموت سفر جاري كرا سعود جاري كرا يسن سفر إلا ومعها ذو محرم أيضا سن لسعنين نمان قين. وحدثنا محمد بن رافع القشيري النسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك ابن عثمان الأسدي عن نافع مولى بن عمر مركا نك عبيد الله عن نافع ضوحا متابعين يقول راعي سندك ضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل أمبنا لامرأة هواني تؤمن بالله واليوم الآخر ألي آخر الرميسي تسافر صفر إسان تسافر وإن سفر تلما أقلوا من أبنانو مسيرة ثلاث ليال سعودال سد حبين دن سعودال سد حبين دن إن سفر تؤم أبنان هواني ألي آخر الرميسي إلا ومع إنه لجرب موين ذو محرم نمان قين. وحدثنا قتيبة بن سعيد مركب الأحاديث ضم إنا وحي معنا كجر أما فقه تلمام إنا وحي سورة قلة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال قتيبة وحورا سوق في حديثه مركو تبيني حدثنا جرير بويريه مورا عن جرير مرهن عن عبد الملك وهو بن عمير اللخمي عن قزعة ابن يحيى قزع ابن يحيى البصري بالله يقال قزع ابن يحيى البصري عن ابي سعيد باب حقوق بالله بحديث ابن عمر اي حقوق بالله هذا شواهد دي سيب مركب بالله انه كانوا مراتك عاي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت منه حديثا سمعت منه حديثا يعني وحورنا انك اللي يدادو قزعه قال قزعه وحيري سمعت منه من ابي سعيد وحان كم مقلي حديثا حديث بان كم مقلي فاعجبني وابغي بوري حديثا ابغي عجب قليي ايان صحابي ابي سعيد كم مقلي فقلت له وحان قول ابو سعيد ضان هاي قزع ابن يحيى انت سمعت هذا من رسول الله حديث كان ما ضان النبي كم مقلي مسوى لك غسل التبيي وذا قال فاقول على رسول الله ما لم اسمع ابو سعيد وابا عروضه وحولي فاقول على رسول الله نبي محمد ميان كنا بنايا اما كبين ابو رنايا على ما لم اسمع وانا كم مقل وحان نبي وانا كم مقل ميان كولي يا هاي انا نبي هفري هاي ونبا هاي وان كم مقلي سير ليضا قال سمعته يقول وحان مقلي اسوغولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال هيريدا يا اقب كيديغا يان لحرن ان لو سايقادنن إلا إلى ثلاث مساجد صدح مسجد مويه شدقوا وحريد الرحال كنها دي وجمع رحل وهيريد أما وحي لصار كل بها داد قدو وطاما قبطل النقض أما كرباش النقض أما كورها النقض سيدة فردها يوحي لها المال
agabka marka neefka la gaadiidsanayo geeli wuxuu doonayaa inuu noqdo la saaraa hadda raxliga la yiraahdo inta badanna geela ayuu ku dhacaa ama farduhu rikaab baa la yiraahdaa geeluna rixaal baa la yiraahdaa bimacna looma safri karo weeye goob la rabo in lagu soo cibaadaysto إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا مسجدك النبوي مدينة كويا الله والمسجد الحرام هي مسجدك حرمة بدنا كعبة مكة كويا الله والمسجد الأقصى هي مسجدك بيت المقدس كويا الله صدح لها مسجد بالله صفر كره وعكاد أنت لا تجد الرحالة إلا إلى مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول وحنكر النبي قبل مغلا سقولي لا تسافر المرأة يومين هويني ما سافرت لبا مالمود ومن الدهر الزمن كميدا الا ومع يد ولا جرى ان مويين دو محرم منها نمان جايين او زوجا ما نكد ولا سعود مويين ولالكيد يا ابهد اي ولي ابر او تاي مد يد او تاي ددك محارمت ان لا سعودن اما ولا سعود نكدي ايدن روايه دنبي ابو سعيد محي شيكتي لبا مالمود لا تسافر المراه يومين حديث من عمر رمحوها ثلاث ليال مع ايامها صدح مالمود وحدثنا محمد ثنى قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعب بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير ترمذي وحن قصه مره في جامع صدح بقول لباتني اللح اصوب من طريق ابن عيين حديث كورية عن عبد الملك بن عمير ومركز شعب ساء ومتابعين ايه قال وحوري وذاتك عبد الملك سمعت قزعة من يحيى البصري بن مالك قال اسوق سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت من رسول الله رسول كله وحان كم مقلي أربع أفر أرمود بان نبي كم مقلي فأعجبنني وأن أبقي ويعجب قليين وأن لا أشقراري وأن أقود وآنقنني وأن أبقي برواكه لي من الإناق يقال شيء أنيق وثوب أنيق أي حسن جميل أناق اللي ده شيء مركز أبقتت كه شيء كلك عا أي أنيق اللي ده وأسكم مت وأسكم معرفة أعجبنني وآنقنني وإسكم مت حق معناها لفظك كلا دوان ولذلك الإسكو عطفي لبدا شيء إسكم مت هديك اللفظ الدوان هو الإسكو عطفي كرا لتغير الألفاظ وإن اتحد المعنى معنوها هل بيضها النقضة فأعجبنني أفرت الرموت بان أبقوا يعجب قليي وآنقنني ويبقوا تابتين وأبقوا واللكعي من الإناقي وهو الحسن والجمال ما هي تأفرت محاكمة صحابيو نها نبقوا مدو حكريبي أن تسافر المرأة هون إني سعداشو مسيرة يومين لبا مال سعود إلا ومع يد ولا جرب موين زوجها نكيدي سيجد ولا سعده أو ذو محرم من من جين ولا سعد موين واقتصى وحوك حيه وشيخ شعبة باقي الحديث باقي الحديث حديث أنت لما رأيت بولي يمد هذا شعبة هذا عن عبد الملك ورنا وحط صومرتين وذاتك أها جرير من عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير لمن كان اسم التابعي حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جميع عبد الحميد الضبي عن مغيره مغيره بن مقسم الضبي عن ابراهيم النخعي عن سهم بن منجاب الضبي عن قزع بن يحيى البصري قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه ثلاثا الا مع ذي محرم صدح مال صعود هوني مصفر كرتمان صعون كرت الا انه لا صعود نمان جين مويه حدثني أبو غسان المسمعي عبد المالك مالك بن عبد الواحد عفوا ومحمد بشار بندار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان وحور أصاق مركو حديث كالتبين حدثنا معاذ حدثني أبي أبينا و هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن غزع بن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله وحيري لا تسافر لا تسافر امرأة هوني إن سفر فوق ثلاث ليال سدح بين وح كبد وصعدالة إلا مع ذي محرمين نمان جين إن إلا سعود تبموي وحدثناه ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة وجد عن قتاد بن العمة السدوسي مركز سعيد بهذا متابعين وذلك هشام بن أبي عبد الله الدستوائي بهذا الإسناد سنة كتب مريس قتادة عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحونا يلي سعيد حديث مكورنا أكثر من ثلاث صدع وحكا بضان صدع وحكا بضان إلا مع ذي محرمي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن سعيد المقبري
عن أبيه أبي وأبي سعيد المقبري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة هون وما بنان مسلمة إلا هو كان ستر بسديبتي تسافر أن تسافر أين سافرته مسيرة ليلة هبين سعود مال سعود إلا ومع إن الله سعود مويين رجل ذو حرمة منها جيان كذا أنا هاي حدثني زي من حرب أنت إنك تجين طريقا مركا أنا سرع إنه لو أن طريق خرطة حدثني زي من حرب قال أحدنا يحن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أبيها أبي أبو سعيد وكيسانة المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ومبنى نهويني ألي الرسول رميزي آخر تسافر إني سفرته مسيرة يوم ما لنصعد إلا مع ذي محرم أيضا لجري تبا موين نمان قين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد نبي سعيد المقبري عن أبيه أبو سعيد وكيسانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مبنى لامرأة هويني تؤمن بالله واليوم الآخر مالك ذنبية على الرميزي تسافر مسيرة يوم وليلة مال سعد ويا هبين يمال إلا مع ذي محرم عليها منها عليه أنت بوين صوم الرأي نين ان جايين موييني ايدون نين ان جايين ايدون لسعونين ما صفر كرتو وح مال رن اما مركز كبضان حديث كان مركا دنبي ودنبي حديث ابي هريرة شغو حكوب اللابي للاحتجاج حديث من عمر استشهادنا وحوكنا حديث ابي سعيد كدي من حديث ابي هريرة وكينو دو حديث ابن عباس يكي وحايمان دونا عائشة وإيمان دونا لكن أضم وحينو إيمان دونا كلية ابن عباس باوين أضم بي حديث كان مركا أبو هريرة ودرك يسينو ليث بن سعد وحور عن سعيد بن سعيد عن أبيه كذلك ابن أبي ذئب وحور عن سعيد بن سعيد عن أبيه سيدو كلي مالك عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه صدح ذا الرواية عن أبيه دار قدن تطبع رقم كلابي الطبنات حديث كلابي الطبنات وحور ديذي عن أبيه ذا وحور وخلط وحديثك محفوظ كوية هاي سعيد بن سعيد المقبري عن أبو هريرة محايا لي سعيد بن سعيد المقبري عن أبي روح كم قلا وشيخ ستوس كأه إن أبيه دحذا لقاليه محفوظ ما هو رأسه يريه وحان سوابا صحة الوجهين صحة الوجهين لبضوا با إني صح طيبة حق بدن وأنا سيدة إمارين علي بن خزيمة رحمة الله تعالى عليه كذلك خلف الواسطي صاحب الأطراف ونقدي دار قدني ونقدي كذلك مسلم بادئ وكهري نووي بن حبان حافن حجر كل قد بوحي مرين صحة الوجهين وكيف ما دار الأمر أما أبوه محفوظ هنقض إلا الشيخ أما إلا قوية صح النقطية حديثه صحيح ما يهلي ويلكن وانين ثقو الجبل أبوهنا وإمام أسونا تابع الجبل مركي ويلكن توصب وققضنا يا سحابك يا ما يا أبي بوصي مرة يا مبالسكو هاي وحان اللو بدني هاي إن لا شيخ أباه روايتك أباه إلا الشيخ أبدني هين مركز نقضي دار قدني لما أقبلنو وهوش بخاري دي جرو حديث كتمر كور انه كقال جرى حديث كابه واجد دمر والله كل مي السحابي وين برانته ودعي كرتا وذات كادو وباهنا من انك شيخنا وحو ويديسو بعد مدو هاي حلو كيس حديث كقادان اما مساله ويديني واجد دم بعد وادك قدغيسي هلي طيب لابد واد مساله واك تبين هذا كور ريبل باسدا يلي شيخ ولا سدا سو يلي واي دحدا مركا دعيله سا اسي وين ما اها حتى ادي لا سيده دار قدني واسحان حديثكو وصحيح لأن الابن يروي عن أبيه وعن أبي هريرة بلا واسطة وأنا صحيح وحنطاي وامحي والمزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد وحي لو يقاني بيهوش النقون إيسا حق فقيات كورتان كرد عمرك حديثا رمينه حدثنا أبو كامل الجحدري فضي بن حسين حديث أبي هريرة المتابعات كيسيبه وضعي طرق ديسي حدثنا بشر يعني ابن مفضل من لاحق الرقاشي الرقاشي عفوا حدثنا سهيب بن صالح عن أبي أبي أبو صالح الذكوان السمانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مبنى لمرأة هوني أن تسافر إني سفرته روايات كان مكة أنت قوانا مالك لكم أتقص يا كتمت ثلاثا صدح مال سعود إلا ومعها إنه لجرب موين ذو محرم منها نمان قيان كذا أهين وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب سوحوي حدثنا أبو معاوية
ومشهور بكنية وأثبت الناس في الأعمش نوال لا يدد على كلام في الأثبتية لسكوها يو ومحمد خازم الضرير عن الأعمش سليمان مهران عن أبي صالح السمان ذكوان أعمش بهذا متابعي وذاتك سهيب بن صالح ابن أبي صالح أبيه حديثك كقادنا يي أعمش بها كحوك بن سهيل لكن رواية الابن عن أبيه محدد طويدا هيا سيقونين أجعليين مع هذا يلي انت بظنينك محددك أما أرضك أما عالمك آل بيتك سأسقى كايقا أن علم قوضية دحل كوضة غالبا عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال إذا وحقوق الأصول لابتي حديثك أبي سعيد بأصول لابتي من أصول لابتي حديث أبي هريرة رواية سوسوي من أبي صالح إيه حديث كأبي سعيد رواية سأعمش با وحكد الولي على أبي صالح أبي صالح باك وضقضاني عن السحابية عن أبي سعيد وعن أبي هريرة لبضبا صاصوا أسعلي لكن موسى راعين كرين طريق هريرة طريق أبو صالح عن مرين نصوم مرين طريق معوها مقبري طريق مقبري موسى راعين كرين معايا إلي هل كان الضر من أطنوس راعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة هوين ومبنى أن تؤمن بالله واليوم الآخر مالك الضنبية ألب الرميسا أن تصافر إني سعداشو سفرا سعدال يكون أهانا يحق بحديثي فقاشيسو طيب ثلاثة أيام صدح مال سعودي فساعدا وحكى بضان إلا ومع إنه لب سعودا بموين أبوها أبه دواء محرم أو ابنها أما ويلكيت ويلكيت عفوا أو زوجها أما ننك قبيا صيقة ذاها أو أخوها موالك ذو محرم كلي أو أما سيد ذو محرم أبوه ذو كلي هذه ذو محرم منها أبتق يضو كلي أذيرك يضو كلي طيب حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج واسمه عبد الله بن سعيد الأشج مشهور بكنيته هو قال وحيدا لبدا إمام حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي حدثنا الأعمش سليمان بهذا الإسناد أبو التبيي وذاتك وكيعة مثله مثل حديث أبي معاوية حدثنا أبو بكر بن شيبة وزيد بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر رسول الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عامر بن دينار المكي عن أبي معبد وإنه صمر روكر مولى عباس نافذ بمقع سليد هذا النافذ قال وحور النافذ سمعت من عباس بان مغلي يقول أسقوا له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب نبي محمد خطبين يان مغلي يقول له في خطبته لا يخلون رجل نيلقوا النقن بامرأة هويني تصفر كبوها هذا نوا خلودي صفر كي سعدال كبال لقصوا الله حديث كي من عباس وحكودر مسألة ورا عندنا لا يقول نقشدنا ولا مت لا يخلون رجل نيلقوا النقن أما لقار نقن بامرأة هويني إلا ومعها إنه لجرم وينذو محرم قفان جيان كذا هاي مركا أم بعد الله فريسين كرتا لبدين صدح كن صدح نقون كرتا ولا تسافر المرأة هوني مصعدة شو مصفرت إلا ومع ذي محرم طيب فقام رجل نبا استاج مكن نبي يقول سيدا يدخل بدي سيدا أكون يدي في حجة الوداع بي أهيدي ما أهين ويكوه الرئيسي وصنة السقالات بي أهيد بوالله الشيقة فقال وحول يا رسول رسولك الله يو إن امرأتي هوين أيدي حاس كيجي خرجت حاجة يدو حاجة يدي بحضو وي سفرتي أفضى يدي بها سفرت النبي الله أما أرد يدي وإنك تتبت أنونا وحال لقو قري أو لقو دري في غزوة كذا وكذا إذن كدو لها يمير هبلان كتشراء كو قرنة إذن ديوان قشن واللي استلو قرن لا يقانو بها لقو دري وبحر هاي حاسك يجينا ما كي أدو حجب يبحضي قال وحوسو بنو يري انطلق أرد فحج مع امراتك أرد حاسك هذا الحج جهدك وفرض كفاية وهي عيدا بانا بحي عيدك لا كاقف فلاني هوين عيدا أتيد ديس بايلة هذا أرد كذبتك وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليم بن داود العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد ابن الدرهم البصري عن عامر دينار المكي بهذا الإسناد سنة كذا مريسين عمل دينار عن المعبد عن عباس نحوه أصغر وكله كل شيء حديثه هذا صمبرتين وكله وحدثنا أبي عمر العدني حدثنا هشام يعني ابن سليمان ابن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن جريج عبد الملك بهذا الإسناد بكتب يصونا نحوه نحو الحديث السابق ولم يذكر ابن جريج موسى شيغن ابن جريج موسى شيغن لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم انت هذا بي موسى كدرين وحكوك قابس أسوغو انت هو رعب موسى شيء وحكوك قابس الحديث كي سفر كه انت سفر كوكوك قابس انت خلوه ده
أسوه موسى كدرين. من حيث الصناعة الحديثية فوات كأن صوم الرأي فوات كأن صوم الرأي جلودي بافي أما صفيان بن مسلم القرن إنسان كتاب الحج الحج ما كان مرن رحم الله المحلقي حديث ما كان مرن أنا قصوم الرأي هل كانوا كو أجيها هل كاسوا كو أجيها حديث كني قصور حدثني هارون بن عبد الله سوما حدثني مسلم قال حدثنا هارون بو أصل قصيدة سوي فوات محل جودة هذا الصهابينا قارق عشر خمر ضاف مسلم بعشر الجود الآخرين هاي أرضونا كده جيسنا ما سجى آخرين هاي نينك راوي هاي الرواية أنا خلينا نهضد لها يا معلم مقنا محد ضافي أنت ضافتي وحقوقاتها وجدك ورياه كدي من عشر هل كان مرة يكسر نقضي هل كان صوم مرة يكسر نقضي مرك فوات كي رأي أهور كتاب الحج هل كان صورتك أجي هاي حق مركب فقيات كباب كباب دب بضنوه يا باب كان أسقى سفر المرأة هوين إذا صعدا الكيدة ومسألة هذا علوس في فقاد اسكم عن دافع حق الصحابة ذا لبس صحابين بالغها يا هوشا أيضا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هي ابن ابن عمر لبضو ضبا مركب اللي إذا عائشة هويني أن محرم اللهين ما صفر كرتو وهي أورنجرتي دمرك كل جود محرم مو ذهلي كرانا كل يحضا دمرك كل جود محرم مو ذهلي كراني كل يحضا حجي أنا هنا صفريانه ابن عمر سوق حكسوا عن دمروا حريو موالي ساءها أيا لا سفر جري بلا محرم مركو صفرها هذا محجيو أما ربحه دمر أن محرم وذنين لكن سوق أضمو هانجر أو حري أو موالية أو محرم لو جبها هاي هاي أيو لف سفر جري لبدا سحابي أنت أصل لقاها يا حق فوق هذا كلا تابعين تو اسمان رافع ويكلا تشبه لما وحيد هن ما بنانو وحديثا ظاهر كذا كتجة لما نو وحيد أنا وي بنان تاي هذا أنك بدأ وحدي بقى يا هلس يلو واحد قد بشرف كذا عرض كذا أن لقب قينين أو إن بتقول يجرتو دمر كرجل لما ديهن ما نعرف كاس حق حجك هي سفر كواجب كأ ما نعرف كاس يا كجرة حق مذاهبتا حنفية حنابلو وي والله سعودان غالبا باب كانت مكان مرة إنه أبو حنيفة سوق والكاس مري وين يسمى بنانين محرم كنا أوي هاي شرط من شروط الحج أما محرم كنا أوي هاي قيب كم إذا استطاع هذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هوين يدو هديسا محرم هلكر حجبكم واجب أيها أبو حنيفة سوق مري واستطاع هذا أيد أي شيكتي سهي بس ماها إن المرقوين تي كليا ماها إن العافان قلت بس ما هي جبرها ذاتا يا مضمر تاينا وين ذهلي كرتو محرم أذهلي كرتو أما الزوج كذا أكون راعي كرو هذا يقبل الزوج أيضا هيلي كرين أما محرم كلا إن هيلي كرين حتكم واجب بين مرين وحنابلة يحنفي مذاهبتك كلا وماذا كان شافعي قد تقانا دكوس ودقنتين يوم مالكية ذا يا الإمام الأوزاعي إيا سيدي أبدين تابعين محرمكم ما هيليهين شرط لصحة الحج ولا شرط لوجوبه شرط صحانا ماها شرط وجوبنا ماها مهمد وحاويون إن لفيريو سفر كاقبض وصفر لفلها إنه يكون نبض قشمية مسوى ميل خطره جد خطره وانها فرط اللغة وآدي آد لغة بقيه قبضه عردك يدي شرفت اللغة حد قدبه مناطق يعلضه وأمان كيدهين أمان كنو حكسه رجلي كرا قبضه إنه يرعضه كولونية يصفر بدن رعضه والرجل يضمر باله إنه يضمر كالله سعودان إنا عند بل سعود ما شو أي نبطة هاي بكل جد بالله كدقة مرات هو الخوف والأمن مرك الله بقى هينا محرم ولا بد هذا الله بقيننا محرم كشرد ماها أوسو ناكسين هاي ومذهب المالكية والشافعية والأوزاعية هي جمهور التابعين ماشي مري وحان قالوا كي إلو بالظاهرية الله سعود تقوليها أنتم بالشافعية المالكية ذا ظاهرية الله سعوتي أوزاعية ظاهرية الله سعوته مثلا مرك وحي الله بنيسا أدل الله بنيسا هذا دليل عطبط أرقتان ومشي يا الله هويني إني سفرته لما أقوله هي سفر مالي أما لبن مال موطن أما صدح دن أما صدح يكبضن حديثكم مرك وحكو جرى عموم يخصوص وعام من وجه
خاص من وجه وحي لأورن جري حديث كان حق السفر كان مكلا فيريو عام بكية وصفر ودنبا لقبل اللودي إذا إني سفرته بلا محرم أما الزوج كيدي لأنتي سفر كان مركب حالك على قادين أما سفر واجب هالنقضه أما مثل سناء هالنقضه أما سفر إسكبنا هالنقضه أما سفر حج واجب هالنقضه أسفار وعام في الأسفار خاص في النساء دمر كوخسية وحنا عام كوية هاي سفر دوردن وحنا خاص كوية هاي دمر كا مرك حديث كوا حديث ثاني أفرطاء حديث ابن عمر حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة هي حديث ابن عباس إنه قدم به زواشان حديث زافر ما هاي حديث تأفرطاء إيه وحي عام كوت هاي في الأسفار خاصنا وحي كوت هاي قن كوت هاي دمر كا قوله تعالى مركا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إجماع المسلمين إن رجل دمر بعيد ضيق الله إجماع المسلمين حج صدور رجل أقوى واجبه أي دمر كأقوى واجبه ظاهر الآية وحاوية جبرد مربها ذي جن كذي بدن كذي أبد قبته صهينا إهلي كرته حج إنه كوا واجبي ألنا أقول هاي كما يجب على الرجل وظاهر النص القرآني آيات مركا قرآنك إي أحاديثا وباب ماشي الأورنجر تعارض النصي لبن نص وسكهري من حق ظاهرك يعني فاهم كنوي في ماها فيما عند الله آيات مركا أيضا عامة من وجه خاصة من وجه آيات وحي عام كده ايه ها dadko dhan bay caam ku tahay aayadu dadko dhan bay caam ku tahay oo ay wada soo dadko dhan baa soo galay tashmaru jami'a al bashar waxay khaas ku tahay xajka safarul xaj safarul xaj hadithkuna aksi buu aha wuxuu caam ku ahaa safarado dhan wuxuuna khaas ku ahaa dadka qayb kamid ah oo dumarka ah aayaduna dadko dhan bay caam ku tahay حج كان خاص بيكوت آياته مركا وتعارض نصين أحدهما كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه لما جمعين كرا مركا سيد الراجح نمو حيدين خاص كان وحنكو خاصي إن عموم كمتك كلي كان عام كيسينا كان كلا وحنكو كدبر إن خاص كيس وانس ويدرين خاصي وحال اسم وفجنا خاص آيات دا كميدا خصوص كي آيات دا وحال لقوه رجين عموم كحديث ك عموم كحديث كان وحال لقوه رجين هيا خصوص كآيات نمان الساسي دينو جمعي هاسي مران وانا قانا نف نمان وحاق دين ترجيح باللوب بانهاية من خارج لبدأ دين فود لسوق قيل مهاية أدين لك هلي ومتكوت أحيي لسال الرادني وانا سيدا أسولين تأيب بدانيه أدين لك الهدين للرادي آيات حق بنانيس محايا إلي حديدك إنو مخصوص يهي أولا خاسيسي ومجمع آياتنا إن لخصيصي اجمعكم اجروا أيضا عام محفوظ النقون كرتاه لا تخصيص فيه أما حديثك ولا خصيصي ولا عام إذا خصيص وحالك النقاش أصولك محجة فيما بقي مس حجة ماها من مجاز فيما بقي مس مجاز ماها حالك النقاش محان كوضا نبي وحول عليه الصلاة والسلام هويني أن محرم ودنين أما ننكذي أن لسعونين سعودال دير مجل كرتو منبرنانو وحي مسلمين تكو إجماعين قبضا مسلمة ديد ودن قالا كو إسلانتي دين تيدي شرفتين وعبستي إن يسو صفر كرتو يسو هجرون كرتو كلي جيد يقولوا واجب كو يعني وحي صفر يسا من قارد إلى قارد بي صفر يسا صدح من الإسكاد داية بل بي كلي جيد يسو عن كرتا وصفرك واجب الهجرة هجرة واجب كصفر كيدو قبضا مسلمة بدون محرم ولا زوج إن السفر كرتو ولي واجب هي سفر كازاكا بالغو إجماعي إذا حديثك بحق علي خصوص باقلوا على تخصيص عموم كيس وهذه مركز مريض مبنى إلا المرأة المهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وحيجرون كرتا بدون محرم ولا زوج هذي خطر درين تو اجرد واجب كن قط وحال ميدا قبدي مرعدو به غويا لغاغتغي اما كفكتي انين كلغي او هله سوده ما واجب كو
نكا إني راعضه إلى وقسم أهل كيدي بدون محرم ولا زوج بلا صفريزا وهو شقب سدويدا عائشه في غزوته غزوة المريسع مياه مس غزوة من المصطلق من المصطلق واتقرنا يسوك وسوق السحابي قال صفوان ابن معطل وقيي نبي هو قارسيي إذا حديثك وحلقة سوريبا هي المرأة المنقطعة في المفازات أي نضوى لغا سوريبا محاكا لغا سوريبا يا وحلقة سوريبا يا أوكالي هوين إذا حبسك كبحستان لي أصري بي قشي قالا قعن كبكتي حيوك بي نوغا قاتين أو انتين نقاط قاتين بي قولنا دهينو عروتي محسدي ماتيد لك عين أما طلمي بها ملعب قادو كحرين وحي وضوه يكسو بحسطي إنا كبحسط حبسي قاسقا أوي سفرته إلا درك دور ويبنانته بدون محرم إلا ولا زوج ما قال تخصيص بها قال حديث قبر البوض الرأي كتمت أما سفر كوكوا جيبي وعلاقة صورة بحديثك فالحديث هو مخصوص عموم كسوا لخص بالإجماع آيات لكن حديثك لو خصيصها هي هي ما يالسكو هي لبع عام مركة ومتكود لخص من أن لخص وحا حقبا بإجماع الأصوليين عامك أن تخصيصك قالين مركة آيات وسنسارة علوس بيكون فطي حديثك بنك لو حوجيني حديثك شافعيين اندفاعا اسكت اياه مال الى قادبه لكن حدد بما هي ينادي فاندام مره حديث عدي بن حاتم بايدا هيا حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري وقرنا يسال قيبها قدم بي نبي يقول عليه الصلاه والسلام عدي والله دردار مي نبي عدي عمري دون وقع بوحي هذين هذين عمري قادو كوسيمو عدي وحال ارك دونتا مركو ارك نبي قو حالات الدنيا يرى هذا كل شيء رأوا أصحاب الإسكندر بيني هنا صونين بقر وهذا لزيارته لا عبد الله سيقول إسكت ذا يعني ري عدي من حياته وتقرن ليسه نصراني بورا كريستن مكو إسلامي ينعم دي الدنيا وهين ترى إيه كرسي إيه وحوار كمشان حباس كي يلا قاتل الله قدر ما هي نبي جاب الدنيا في عنك عنده كهين نبي قال الله الحلو حان هكون مشغول الدون كان هو كتلنا إنه أو كنوز تكسر يا قيصر قيبينا إن أو مضوا قيبين بقى كدون تا ولين طالب بك حياة صحابه قيبنا يا كيد كي الذهب كي فضل الرئي روم يا الرئي فارس بالأرك الدونتا حق أن بتقلي إذا أمني هذا أتكره الله يزو إدلا يا بنت هاي إلا أمر القدر فابا وحد إنها صار الدونتا جبر مسلمين كيل قد إني حيرك سو سفرته أي كعبات تماضوا يقطع وافته لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها كيل قد رواية كل حديث كولها جبر يعني حضر موت ويمن عرف كذا كونفور جيس كذا هو أوتي ماذا بيت الله الحرام أو الكعبة حج أوتي ماذا يدو كل كذا إذن وهذا النبي يقول شيء أو دع دونتا أو إسلام كهر مركيسا يقول شو إسلام كقال دونه في سياق المدح هي واستقراء الإسلام ورفعة الدين بالنبي يقول كذا وحج وحج سحابي عديم حوري أنا تاجنا بورمك لقيبني كنوز دي كسرة وقيس وحن كلون تاجنا قبل المسلمين وكسر حجية حيرك كل يقول وكعبة طوافو اسكتك كل يقول المعارم اللي سعنين إذا كعب سيان الجرين حديث كم حين أوت المامي محرم كأي هوشان وحلو تلقى لي قبل ده مرك الله بقى هاي عرض جدي شرفت لقو حد قد بو أيها لقو دورها لقو إلى إلهيا أدونك هذون نبض نقضه وعانها لك لعب هايو أو نوال بمشي سو جبرد أو نبتجي نكون أو نبتجي ليه أو واحد خطر وضمر كقولي لقى بقى أو سنجرين كل يوم يسافر كرا هذيك عدي بقى حجاء مالكي حنفي وحيد يعني حنابله وحكاية حال نبي يقول حكا ورمي واحد دعدونا يوشيك إما دين هوش عدي عدون تا يضمر ككل يقول صوص سفر الدونا هوش السماين يا ويب بنان تا نبي يقول ما دين والوقوع لا يق لا يوجب الجواز الكاز يكبس كعيان وعلي واتكوس بعدين في سياق المدح وإذا نافت مسألة إيه في سياق المدح واستقرار الإسلام ورفعة الدين بالنبي وش هذا حمانة هوسا قبلها السماء النبي ما أمانين وأنا كدي لها ورمى النبي قال إنه كأقوم بدنتي
hawsha waa laga gar leeyahay nabagu waxyaabaha dhici doona marna jawaas bay tusaan biqariina marna cadam jawaas bay tusaan biqariina kullu shay walbo nabigu sheegoo dhici doona lagaba qaato inuu banaan yahay laakiin waxaan rabaa inaan qariinada ay ku tusto oo siyaaqa aad fiiriso xadiid banaanka yaallo xadiid cadi ibn xaatim laa mucaarida lahu aayaddu un takhsiis gelin sida raajixa xadiidku makhsuus noqday idan marka la yaado marka yaa xoog badan inta idinku dayn maayo ijmaac baan idin siinaya hawl ijmaac ah hadda kor mar masalada ka hadlay laakiin warka dayn maysaan wahaabiyoy warkiinii baa batay sayidina cumar khilaafadiisii ayaa dumarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ka noolaa siinab oo dhibantayba mooye sideedooda kale yaxudhin xaj baan rabnaa xajinaynaa cumar waa diiday wuxuu nabigu markuu xajkii u dambeeyey idan geeyey soo idama dhihin haadihi uma duhuuru lxusari haadihi haadihi alxija aw alxaja uma duhuuru lxusur yacni xajkiini waajibka waa kan wixii intaa ka dambeeya gogasha dusheeda iyo darmihiina idinku ogaahay ma dhaqaaqi karta caaisha waxay tidhi nabiga anugu waxaan ku yidhi nabi allow annagu maan jahaadno idinla duullo noo idan aan duulle idinku waa jahaadaan waa duushaa anagu ma duul idinku waxaad leedihiin jihaad ka fadli badan jihaadka anaga ama jihaadkiinu waa xaj iyo cumro ku jihaada cumrada iyo xajka nabigaa noo fasaxay saad idinku jihaadkiina usoo noqnoqdo sanad wal soma jihaadaan haa ma baxdaan haa macid baashad annaguna dumar haddaan nahay jihaadka anagu waxaa weeye alxaj walcumra waxaad cumrun wixi kartana ma jiro cumar doodeeda buu garaystay wuxuu ordaya cuhmaan ibn cafaan buu ku daray soo xajiyey way soo xajiyeen xaj labaad cabdiraan cowf buu ku daray way soo xajiyeen mid saddexaad labada saxaabi kuda way soo xajiyeen fi aakhiri cumrihi ayuu isagu cabdiraxmaan iyo cuhmaan intuu raaciyey bay xajiyeen iyagoo sideed ah sawdo keligeed baa diiday oo tidhi anugu dardaarinka nabigu u yidhi halkaasaan kuga jabin maayo oo maysan diidin sawdo xilladiyan kaa khaldamayna dabagelisku kuu bixine oo mayn diidin haweenay ma safri karta maxram dartiya waxay u diiday hee nabigaa yidhi mar haddaad xajkii raacdeen dib dambe xaj dambe ma aadi kartaa bay ka faanta xadiidka iyadu cilladay u diiday dardaaran khaasa w ee ma aha cilladi caamka iyadee dumarka muslimaadka dhan bay u taalle ahayd bilaa maxram lama safri kara ma aha xaafidkaa si baan hawsha u sharcay almuhim sayidina cumar sidaa markuu yeelay cuhmaan xilligiisana way xajiyi jireen bilaa maxramin waxay xajiyi jireen khilaafadii mucaawiya tii cali wax inkirayna ma jiro fasaara ijmaacan fasaara ijmaacan saxaabadii wixii joogay wixii ka maqnaa hawshii wixii maqlay nin goobjoog ahaa amiirulmu'miniin baa sameeyey umaraa'ulmuslimiin baa sameeyey ummahaatulmuminiin baa sameeyey bilaa maxrimin wax khilaafay ama qoonsadeena ma jiro sawdo oo u diiday cillo kale mooye idan xaafidku wuxuu tilmaamay masalo dhankaa inay ka tahay walamru ida intashar can saxaabiyin aw can isaxaabati min gayri nakiiri muxuu noqdaa markuu liita waa alijmaaca sukuuti kan laakiin banaanku yaallaa hawl fardi ma ah waa waxay taliskii ummadda muslimiinta khulafadoodii ummahaatu lmu'miniin oo sideeda ay samaynayaan idan ijmaacna banaanku yaallaa xadiidu cadi ibni xaatimna waa idan hayaa ijmaaci lagu khasisee kale ee lagu khasiyey xadiidkii gabadhii daarulxarbi ka soo jiroonaysay ama xabsi ka fakanaysay ama meel bahgooye ah keligeed laga helay ama lagaga tegay lagu khasiyey xadiidka intaa marka la isku daro waxaa xoog badan maxaytu daliil masalada ee maxaramku shardi oo ma aha safarada gabdhaha muslimaadka ah ninkeedu inuu racana shardi ma aha inuu maxram la soconna waajib ma aha xaaraanna kuma aha safarka hadduu yahay safar aamin ah oo inta badan dumarku aan dhib aysan kala kulmin waana sida hadda u badan hee safaraha gabdhaha muslimaadku ay galaan haaliban waa sida eraboodkaasi ka dhoofi ka kalena waa loo taagan yahay mudyaro dhexdeeda gabadha lagu dilaaya yaa u fafadhiya diyaarada iyada haddii loo fadhiya adna waa lagu dhex fadhiyaa rag iyo dumarba nin wal baasboorkiisa iyo hawlihiisa hadday u saxan yihiin wax ruux fiirin kara ma jiro hadday gaari racana waa la mid gaaris hadday u safarto
يهدي ككوما آدو يهدي ناكور آدي يهدي هالكاسي وجر كدع ضبا رقي الضمر بحق أمن قوا والله السمية مسألة ومسألة أمن وخوف حديث عدي بانا الدليل هذا أركض دون تا جبرده كل جد نبض قبطان عليه كعب سنجرين أو كسر صفرت من الحيرة إلى بيت الله الحرام للتعبد نبغنا واقر الري وأنا أماني إلا ذا محقد جاي وحقوك هنا جبرده كل جد صفرت معه أمن جوي مناطكم مركب ومناط الأمن هذا هو الصواب تاسنا دوقات هو مهم جدا وحيسو هري أن كدر يا مرشا أيدها ونراعينا يا قليهن قليهن شرطية محرمك يكو أن شرطيين بق خلافك وحيسكو هيا مركن محرمك هل لما شرط وجوبة مسوى شرط أداء وصحة الله بوي قليه وحيدهن وشرط وجوبة حنفية دي حنابلة أبدا وقبضوا محرم بهدين هاي سنين وحيكاد لقانتا هاي حجم ما أوده وحجكم واجبين بيلي عمر وحيليه حجك واكو واجب ذي مدى وقف تحاول واني مرين تلمامي ذي مدى حجك واقف توالقول يا هاي لكن حجك كما أصح هايوه بدون محرم صفر كذا بناني وحاران لكن حجك واكو واجبين شيء كوجو واجب يا لكن مركز جدنا يس شرط لا قربه شرط ما لا قربه إن الله تماد إذن محرم هو شرط صحة وتمكن أما شرط أداء وتمكن وهي ماها شرط وجوب الواجبات والفرد على الذمم ما هي هذه نمن القاسي يا مرين مسألة ذي الرعد وحوي إن قدر إن شاء الله تعالى حديث من حيث الأصول حديث رواية حاكيسين مالين رواية وحيد جري لبا مال موت رواية وحيد جري صدح مال موت رواية وحيد جري صدح يوحي كبضا فوق ثلاث إذن جمهور العلم وحيقة بين صفر كإن لي إن حديث قدم بي ابن عباس وهذا من دقة مسلم وفقه وعبقريته وقدم بي الحديث المطلق حديث ابن عباس كمجر وحم مدة ما أركي زين حديث ابن عباس وقفت محيولي ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مدة مشيقين رواية كسوردان هذا مسلم أوكيانا وحد مدة كمجرت مسلم حوليه وأصولي إصنعي وحوليه هاي روايات كاس حلوية قانا تقييدات إذا تعارض تساقطت حمل المطلق على المقيد بالسكوكا حديث ابن عباس ومطلق سفر ودنب ديدي أصغر الوحر المال يا لبا مال موت يا صدح مال موت يا صدح مال موت وحكبه من على الشيء لكن حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد حديث ابن عمر وتقييدات باكوتشرة مال لبا مال موت صدح مال موت يا وحي كبره أفرق قيد بقيم قاعدة الجمهور مقوام حي وحمل المطلق على المقيد إن لسكو حمبار أو ليدا هذو رواياتكم حي شيء قيد هل كم مال صدح ذي فوسق ليسا لابدو صدح ذي فوسق الهيا أو لقو حمبار هيا صدح ذو حلو حمبار هيا وحي صدح كبدا هذا سفر قبضا مسلمة اللو دي دي محرم كالله شردي وسفر كجارة صدح مال موديا كبدان إن لا دهي أهيد أولو اسكو حمبارو أولو اسكو حمبار وركينا الفانتين بيلتا لكن ما شو حايا القاعدة الأصولية وهو شي هذا كور حنفية اسكو قبتين طوض أضاك بعد أحمر حنفية إيو قرنك سديدات عفو قرنك تضبات حنفية الشافعية حنفية مقبان مطلق يمقيد اللي اسكو حمبارو في النصوص مقبان لا في أقوال الناس بس يقبان الدكور بينه كاضل حديث كي مركو كصاب سنة أي يقول كو أفق لي تضبجر هل نقو أولاهن أخراهن إحداهن كتبت تكوبات مد كم مدى تقضن بيس وذلك حنفل سدر الدين اللي قادوا القضاء أهاب الشافعية كالي إن بلان بلان سواشين ضوض بان مانتا إذن قبا هي حديث ثاني سكو حنبارا أي يقول تضبجر مكا ويلك لقد دقا هايو قرما يا عرض القدر يا بيه مركو كوبات با
مركز صدحات با ممدود با شافعين وحيدين من حيث الفقه أكديني تضوضة تشير با من كدهي كرتا تهرات كدهي كرتا تضمبات كدهي كرتا نحلت قلين كرتا حرباتا والحرباتا الجوجي أوه هذا الحنفي آي قاضي أيغان اسكو حنبارة مطلقي مقيتك حتى تجدون الأرموي أنك أصولك آي كتابك شرحي محصولك أي دقاتين واي قرافي وحول وكوص بحضاي ما أنك دم بسوق الدبيد السنة هاي وشافعي عاج سنة هاي يعني مصر كلها ليبور محاولوا شافعي وكاس حيين على أصل بين قصة عضان محاجرة التقييدات إذا تعارضت تساقطت بالليلة وبقي المطلق على إطلاقه هذه القاعدة الأصولية هذه هذا تيكو بات بالليل لبات بالليل سفر كده محن قيدنا صدحات بالليل كبدن بالليل كبدن محي آهي حديث مطلق ابن عباس نوايم حديث مطلق ابن عباس نوايم ودو جيدان مركوا محي القاعدة في الأصول إذا تعارض قيدان أو قيود أو تغيات متعارضة محلية هاي وحاوى بقي المطلق على إطلاقه صادرت الجمهور وحيكو يدا هذه حديث كان وحال ورق ما هي على إطلاقه مطلق السفر باللوجي ذا شيء والبوز عرفي عادة مسلمين تي ابن آدم كأي سفر ويا قانان أي واحد يكه الله هيا لقد دبر ما هي مال سفر لورن ما هي لبا مال ما لورن ما هي صدحان لورن ما هي لأنه وقيود يدبر رئيس كهر يميد وحامركا لقى فهمي مثالوي تصال اللوجي ذا وتصال محلقة وذا نبي مربع نبي قال نبي الله ماني قبل ما صفر كران مايا صدح ما صفر كران مايا سؤالك لله ببري مايا وأمثله يدعذوين كلا دون نبي قال لو يديو سائلك أفكي سو حكوي مت مددا لبضع أما مانك أما صدح برا ما كبرنا تصال محلقة وذا إما قيود معتبرة أما مقصودة أما المهم إذا تعارضت القيود تساقطت وبقي المطلق على إطلاق وقاعدة أصولية سادة الشافعيه إحداهن أولاهن أخرهن ما كيسكون مادين ويكتقين وحين أدين حديثك على إطلاقه تضبطها تشير مت كمدة بيها عرقود البيلاد نفس الشيء سفر باللوجي إذا هدى راضو هقى ابنادو ما الحقاته سدح بره حقات لك القادم هاي قد يضع إذن انت سينو كتقين وحايسو هري مسألة كسا أبسانيت مسألة كوسة أبسنيد خلوذة مسألة كوسة أبسنيد أما محرمك خلوذة أيضا ويكد وانت أي وانكوه رأينا خلوذة ويكد وانت أي سفرك وحكا قد وانت أي مركا الدمر قوار قيان كذا نال قل عدلا أما برنام بهان قوة عدلا وانا آدم دين دوين يقفات كعب سنة يزان كلما خلوون كرتيد كلما قون النقون كرتيد لكن هذا أيضا محرم كيدي لجوك أما أذكر محرم كذا وكل جوجو مركا خلوه ولا جب حايا مركا إذا محرم كذا الله ما شوف حاله شديا أيضا محرم كذي أما أذكر محرم كذا ولا شباب كل جوجتة وهو يدا بكل جوجتة يدا بكل جوجتة جبر هذا بكل جوجتة قف أذكر محرم كوا أما أيضا محرم وقف وقف لقح شون هيا وينو ماشي جوجو المير الضائمة على مرب لبجري سدحتير لو متشيد لما تجي يصدح جاي ذي محال لقى حشون ماي سو ماشي سكور ورد يا لك يا لك لا فرح رنكرا روح لقى حشون هيا لو جي ذا وشيطان كيا إذا كأورنكرا وحيسو هري إيه أنك قلت إن ضابط كم محرمك ضابط كم محرمك عند الشافعية والأكتين وكل من حرم ضابط كي شافعي الشيخين بيحنابلو حنفيدو مالكيدو قاتين أحبي كتستوسيان لكن شافعي ذا أصل المسألة الأولى كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها وقن والباء ونقبض قين ونقبض اللغة حرمين دنب أوقلي يخلد سمي درتي كاسا محرم ليلة وكل من حرم نكاحها على التأبيد هو نكستون آذان قرسان كرين ولي هذا قرسان كرين أدونك أنت اللي قرر أي مشاعر أي قرآن كلا قرر في عين هاي هوين أن ملكو قبان كرينوي على التأبيد بسبب مباح سبب بنام بنا ملكو قبان كرينو دل شاء أما رضاعي النوغماء أما حدد نماء هوين أيضو وحي الله صفر كرتا
wiilkay u tahay soo doga gabadhu waxay raaci kartaa ninka uu ah soo dageed waxay raaci kartaa ninkeedu wiilku dhalay ninkeedu wiilku awooga u yahay idan sababka mubaaxa marka waa in gabadha ay xaraam kaaga noqoto ama dhalasho ama nuugmo ama ama xididnimo saddexdaa weeye sababka mubaaxa saas loo jeeda haddii laakiin lagaaga xarimo هذا على التأبيد ولقد إنسان دائما إن حرام كان هاي أو لعلة طارح حرام كان نقطة محرم كوما قبل ولا شيء لما يقول سنكرتي تواك حاران لكن على تأبيد ما ولقد ما وأنت القبته أنت ولا شيء القبته بري هذا كاتو تاني يقول سنكرته قبل دي إيدت هبريرتت حرام كان معها واك حاران مو يقول سنكرتي لكن محرم أمتي لماذا بري بعد عروسي كرتا لأنه حرام كامها سجوكته وهي حرام كاتهاي أنت أذ ولاشت قبطة أمك إيدي قبطة أم هبريتت قبطة على تأبيد تاسها على اعتراضية بسبب نباح وعلى اعتراضية ابن الملاعنة قال لعنك إسلام تقال لعان تنتين المرأة الملاعنة المهم مرة لا يوازني ستين مراتكين وحلقوا نفطي لعنك سوط نور لقشيكي وقال لعان تنتين إسلام تقال كان إسهبارتين أما إسلعنا الدين ويرجع مقرسن كرتين إنت النور شيء لكن كما محرم أنا محرم أمتيت ومحرم هي محرمة عليك على التأبيد لكن وبسبب غير مباح صار مباح على الربي ومسهرة أما الرضاعة أما النصب على الدوني مركا كذلك وشبهك الأصنوع والله مت إذا ضابطك محرم كانوا وإنت مسألة مركا aan rabeen aan ku gabagay waxa weey safarka waajibka ah marka la soo gabagabeeyo uu ka culus yahay safarka aan waajibka ahay dumarku marka xajka waajibka ah sidaas aanu taqriyeenayba ila quma in lagu dhaqmo ama safarada iska banaane ama sunnada ama mubaaxa ah ha yareeyeen maxramkan ayaa la fudaysanin masalo culus weeye murqabanaysigaygu waxa weeye hawshi مسألة فقهية قد كسرتين ومسألة فقهية من هذا تسكو هيان ضمر كي مركا حجكي بوق بدل ما تكفرتين أمهات المؤمنين يراعان وأديدين كبيرة من الكبائر أنفر لجيرين كرينا وكدكتين مركا هذا الكو يردقونا وإنه نوض مستوى الحدث مستوى الحدث جاب جاب وام عاي محرم كوا شيء مهمة قبرنا لقوا إلى إن لا إياه لكن سفر هذا واجب كسيدة حجكي وحلها المال وخلاف كوجراي وك وكتبر درني هاي شرط النمضو متك كوجرا سفرضة مباحة من حيث أنا وحي لقوا من الراجح إلى أنا شافعين أي كتنا واجد دمنا وحوي مثلا إن لو عليو أمن إن لو عليو هدي أمان جرو ونقبل لو بقين أدلة إلى هذا هاي إن المحرم لو بهنين ولا الزوج هذو راعينا واخير ذو راعينا واخير هذا لا أحاديثا إيوه xilligi ahadiith hadda aan maraynay iyo xilliga nabigu uu sheegay cadi uu sheegay iyo ninkan nabiga uu islaantii uu xajiday ka daba tag la yiri maxaad ku jumcinaysaa waxaan ku jumcinaynaa xilliga nabigu maxaa jiray khawf ba jiray asaga cadi uu sheegay cadiina fi akhir ahadi bu soo islaam cali sallallahu alayhi wasallam idan amni kan ka fiican uu dhici doono nabiga uu sheegay xilliga amniga uu dhacana gabdhi nabigu wuxuu yiri هسوح جنوا فسحين مركا حالة الخوف والأمن إلا كلا قادوا مهم وإذا داس يتلعب سوى وحيدة هذه طمرك وان كلا قادينا طمرك يرر كي شابات كا اللي قفت نوبيو إيه لا دماعين إيه لا دور هيا لقا هلا هيا هوين كواوين أما دقوشين كا أما دلمدا إن غالبا لا دماعين من هنقول لا إيمان كلا أموي من إيمان لو وحو دافت جرين باجرة وحتى حيوانات كي يضميرها يسكب حسنين وحين قال لنا روح مير خوف غالبا بين قال لنا دمرك واوين انت بدن ان لدماعين ايوه يفسحين بين جماعه من المالكيين وحيك القادين المراه الشابه والمتجاله بيك القادين ما كان محكور الدنيزان وحيلي مدينه وحاوي وعبسي سوما ها قبلها يركم بالله عبساني دمرك قال يا الله عبساني الا الدماعين اسلام تنوين ايه ده سيتا يمن مويري لقول لي حن ماي مركو يفسح عن تايده يوم كان مركو معك كلي دي يا محما
أحاديث ما حكجرة لا يحل لامرأة لا تصافي امرأة نكرة في سياق النفي والنهي تعم جميع النساء هويني كستهجراتو هويناتو هدقوذو هدعضو وإسكمت من حيث الألفاظ نكا لكن معه تلمامي مالكي أوتوكتي ومعنى الدقيقة مكلا في علادي أمني يخوف كهينا اعتباري يلني ورك جامع قاسنا مطر ورتران ماها ورك ورتران ماها وحكى الله سوغنا من كجر بابك إن لك لقاضو مغالوين كيو يبنانا مغالو هضي ديراتو كنتم كيلومتر نقط أما أي نقط مال سعود أما لمن مال سعود قبضوا في سعانتا محايا لي سفر بالورن ماهي نيرو هذا هذا نقطة مال سعود وصاك ما كان لبح لقب حيا عا ولا قب إلا وحير ما كان لجوا هذا وحاس كدر مدونا كجاري وحاس جاري دورا إيه نيروبي سفر دموي مين كي بمر نيروبي كيري دونت أو كسر سعود تي كلا داف بعد وارك تي بركة وحال لقاه الله يوام بنانكا يا بنانكا يا ميغا ويا مغاوين كما سوق لها مرة سيدات مالكية وحيدا قيبا كميدا وحنك لقادة إنا إيه قبرنا الله سعوتا كولايا بلارا حملة الله سعوتا عمالة عقالة هوالة دمر لي قبرنا سي وحي لمتاي قبر مغالي جوكتين إيه وحلقا الله يوا إسلام كليوا سعوتا صفر يوا اللباء والله چونچون سنكارو لبا روح يصدح الروح لكن سقارا بختيش حل أو سعوتا أمر قوري وهدنا الدقي والله اسكوا ورقبه وان قبرنا حوالي لقوا ميتشسان كارين عيدنا عيدنا الله ما شرديه محرم كل ما حكود الوريسة وحاس المالكية شاكتي يوحا نقع عن شافعي شاكتي وحكود الوريسة قبرنا ما الله بقيا مس الله ما بقيا هدي الله بقيا هاو شاها صلاة روشن هيا أحاديثنا شقينيس هدان الله بقينين حديثك عديد حاتم با شقيني والله سبحانه وتعالى عنه.